داعش، وكان في بيانات طلعت من اسرائيل داعش حماية للأمن القومي الإسرائيلي، لأن السيف اللي هيمزق ويقطع دول المنطقة. فلما يجي يقول لك ولما تتصدر أخبار إن أبو بكر البغدادي وتربية يهودية إسرائيلية، كل ذلك يؤكد حجم المؤامرة على المنطقة. وطبعا يعني هذا مراء، وربنا بيسقطه بهذه السقطات لندرك نحن أو حتى من كان يجادل. ما هو خلي بالك، هو عمل بصيرة إنه تاجر باسم الدولة الإسلامية. فلما قال لك أنا أغير القرآن وأعمل الكعبة، يعني يتبين مدى العمالة والارتزاق.